اي بي جيمنج وفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب جايين نلعب في ماب الخنزير، ويلا بقى نشوف التحديث الجديد. بس قبل ما نشوف التحديث الجديد وصل الفيديو 100 لايك. انا عارف اللي انتوا قدها، ودايما بصراحه بتبهروني بدعمكم القوي جدا على القناه من حيث اللايكات والمشاهدات بصراحه، بالذات على بردك ماب الخنزير. يا رب بقى ما يكونش في الماب فيه لاج، عشان كل ما بلعب ماب الخنزير بيبقى فيها لاج. انا اخر مره شفت الشخصيه دي يا شباب جراند ماذر، وواضح اللي فيه هنا حاجات جامده. اوه ديفل الخنزير الشرير بقى، الخنزير لونه احمر يا شباب، شكله اسطوري. ايوه بقى ايه ده، يا ماما عملت ايه يا شباب؟ ده الخنزير الزرافه ده ولا ايه؟ يا نهار ابيض، لو معانا فلوس ده كنا نظبط الدنيا. بس يلا بينا ننزل على طول، ومعايا اختي زوزو. هلا هلا. يا نهار ابيض المكان ده، ملاهي الملاهي الملاهي. طب يلا بقى، عايزين ان احنا نكسب، عايزين نهرب يا شباب عشان عايزين نكسب. ايه ده، اصحابنا عملوا ايه؟ يلا بينا ناخد. خدت اللبني الازرق ولا ايه؟ مفتوح. طب تعالوا، خدت اللون الوردي، مفتاح اللون الوردي. تعالوا يا شباب كده ندور عليه. وردي وردي وردي. هلا ايه فين ده؟ وحش بيجوا ورايا يا بلاك، انا هموت كده. اوه خدت الاورنج، خدت الاورنج يا شباب. ما اعرفش والله، استنى كده اشوف الزجاج مفتوح ولا لا. والاحمر عندي اهو، الاحمر عندي. لا بالاورنج مفتوح. طب الاحمر، احمر مفتوح برضه. هو ايه ده؟ طب احنا كده خلاص يعني كسبنا ولا؟ اصفر يا بنت الرخمه، بنت خدتها. اوه عاش. مين اللي يستخدم المسدس؟ انا عايز فين اخضر. انا معايا اصفر على فكره، معايا الاورنج. لا اورنج مش اصفر. اه صح، اسف يا شباب. او لا مش هو، افتكرت اللي انا لقيته. قصدك ده؟ لا لا مش ده. طب ما تيجي يلا اعمل ايه؟ ما معمول. حد يا حبيبي، ده كمان جايبين خشب ومظبطين الدنيا. اوه ده انا لحد دلوقتي يا شباب مش عارفين نعمل ايه، يعني كل حاجه عملوها. طيب ايه اللي ما عملناهوش؟ طيب هو عملوا دي كمان. ايوه بقى اديله. ما ماتش. طب انا عايز المسدس انا وموته انا. انا بعرف استخدمه انا. اوه جاي لي جاي لي جاي لي. انت بتشدولي انا؟ بلحق معايا بتشدولي انا ليه؟ بص يا بني انا هاخده منك. يلا بلاي الباب، الباب هيتفتح تعالى. يا انا جاي له. يلا عاش يا شباب، هنكسب هنكسب. واو الباب اتفتح يا شباب، بسرعه بسرعه نخليه. الباب الناحيه الثانيه. فين ده؟ اهو. يا لهوي ده جاي لي ده جاي لي ده جاي لي. الحمد لله يا شباب كسبنا في اول جيم لينا، هو ده الكلام. شفتوا بقى؟ ما عملناش اي حاجه، احنا طبعا ما عملناش حاجه. هم اللي هم اللي كسبونا الصراحه، احنا انا واختي نزلنا ما عملناش حاجه يعني. بس عاش جدا يا شباب، هربنا كده يعتبر كده يجي لنا فلوس صح؟ تمام كده، حلو قوي. يا رب نفس الشباب يشتري الشخصيه الجديده. يا رب اجيب 200، معايا ده 100. عاش جدا يا شباب، ما تنسوش بقى اللايك. بس اوه الشخصيه دي جامده، حلو حلو يا شباب بقى. ما تنسوناش بقى يا شباب باللايك عشان نستمر في تنزيل الفيديوهات اليوميه يا شباب. وشكرا جدا لدعمكم لينا، وخلاص قربنا جدا نوصل ل 4000 مشترك. بحبكم جدا جدا والله. ويلا بينا، يلا بقى هنخلص امتى؟ انا متحمس جدا، عايز العب مابات كتير يا شباب، واشوف هل في حد اشترى الشخصيه الجديده. نفسي والله اكون انا اشتري الشخصيه الجديده، لكن للاسف مش عارف اشتريها عشان مش معايا الفلوس. بس يلا عادي. ايوه اديله على دماغه بقى، هوب اديله. عاش جدا، يلا بينا ونخوخ وهربنا بنجاح. يلا بقى خلاص خلاص بقى كفايه. اوه معايا 40 يا شباب، يلا ماشي حلو شغال. عايزين نحوش بقى، ويلا بينا نشوف بقى مين. انا متحمسه قوي للسيرفر. نختار ايه؟ سكول البيت 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 الهاوس يا شباب. الهاوس الهاوس يا شباب، البيت احلى. ما هو البيت الهاوس. ما هو ماشي، ما انا عارف البيت هاوس. مش عايزين يا شباب نختار السيتي اصلا، عشان المشكله بيبقى فيها لاج، يعني في لاج للاسف. عايش اول الهاوس بيبقى فيه سنه لاج كده. في انا بقى معايا السكينه ده، انا تعالى الجديد. عايزين نشوف التهديد الجديد ده. انا مش هسيبك لو معايا السكينه يا شباب، انا عايز اشوف. انا هحط لك تخبيط للاخر لغايه ما انت. انا نازل العب بصراحه عشان التحديث الجديد ده. يا رب ما يبقى ايه، لقيت اختي والمتابعين بيقولوا لي في تحديث جديد، فانا مش عارف ايه ده الصراحه. لو السكينه ده انا هموت حالا. ترايتور مش عارف ايه التحديث ده الصراحه. يا رب يا ترى ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟ ما قالش ليه؟ يا رب ما قالش ليه اللي انا مثلا ولا ايه؟ ولا انا ولا انت. اوه طب محدش فينا معاه السكينه، يبقى بتكيد حد غيرنا.
يعني السكين ده يعمل ايه؟ لسه حد دلوقتي شباب مش فاهم. وقول هيموتك. يعني هيموتنا مع خنزير؟ الخنزير ما يقدرش يموته، هو الخنزير هو اللي يقدر يموت بتاع السكين عادي، ويقدر يموتنا كلنا. يا لهوي يا شباب، طب يلا بينا بقى نحاول نهرب بسرعة. متقربش لأي حد. يعني ممكن يكون أي حد من دلوقتي حامل معاه سكينة؟ ولا يحط ترابات ويحط سكينة قد كده. يا لهوي، يعني متعاون مع الخنزير. متعاونش، الخنزير لا يموتنا. بقولك يعني ممكن يكون أي حد متعاون مع الخنزير. لا، ما الخنزير هيموته. خد الأخضر أهو، خدتيه؟ خدته. بل ما نفسي افهم هو ليه بمشي كده. مش انت مضحكة؟ قفلت الباب في وشي. الحمد لله. بسرعة بسرعة افتح الباب يا حباب. انا ماشي معاك اهو. بسرعة بسرعة افتح الباب، خد المفتاح يا مجدي. اتأكد بس، اصبر. ياه، لالا تعالى تعالى هنا. يا لهوي، الباب قفل عليا. يخرب بيت يا شباب، الاخر حاجه في روبلوكس يا شباب، لما باجي بفتح الباب بيفتح عليا بطريقه غريبه، يعني بيفتح على بره يا شباب. هموت، انا هموت. يا لهوي، بتلخبط انا من الحته دي الصراحه، يعني لسه والله حرام، بخسر منها كتير. ايه ده يا حبيبي؟ فوق البت معاها السكينه دي. فين؟ اهي البت دي والله معاها السكينه اللي في المطبخ. ده هتجيلك هتجيلك بقى، انا عايز هتجيلك. يا رب يموتها. يا لهوي يا شباب، عاش. استنى، الخنزير طالع لك؟ لا لا، مش طالع لك. اوكي بس انا ما تقدرش تشوفه عشان ده بوت. ما مش دي اللي معاها السكينه، مش دي. هو فين؟ جاي لك اهو. انزلي. نزلت. عاش. طب فين البت اللي معاها السكينه؟ هقول لك انا دلوقتي البت فين. البت فين؟ لا لا لا، مش عندك، اللي طالعه فوق خالص. الحمد لله. خلي بالك يا لهوي. بسرعه بسرعه افتحيه افتحيه. بسرعة بسرعة بسرعة. هي البت اللي عندها اللي هي شعرها طويل ده. عارفة خلاص. اوبا، شعرها طويل خالص. فين دول؟ اسطورة. فتحته من غير ما اطلعه من ايديا. ايوه بقى، اوعى الله عليك يا لعيبة. اوه، خنزير موت مين؟ لا، ما موتش البت ده. اوه، عاش عاش. لا لا، اجري منها. بطلة بطلة، عاش يا اختي. الله ينور عليك يا بنوتة. ايه ده، مين اللي مات؟ مين اللي البت حابة بتجي وراكي. لا هو الحقيقة انت والبت والخنزير. يا ماما. يا ماما يا ماما. هموت انا. اطلعي فوق. سهلة 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 سهلة. استني استني استني، انزل بقى خلصني. انزل. لا لا، ما تقلقيش ما تقلقيش. انا خايف. انزل خلاص، انزل انزل. افتح، انزلي. لا، بالي فين البنت ده؟ في بنت كمان زياده دخلت. اوه، هتضربها هتضربها. يا نهار ابيض، خلي بالك خلي بالك يا اخت، خلي بالك. اجري يا مجد. دي في واحده نزل، لسه نازله، ماتت موتت على طول. ايه ده اللي زيت؟ ايه ده، كسبت؟ واو يا بنت اللعيبة، عاش جدا يا اختي. خليت انت جيتي. انت كده مش هيموتك؟ عاش جدا يا اختي. هو ده الاحتراف، هو ده الاحتراف يا شباب، هو ده. ايه ده، في بقى 2 من المتابعين دخلوا وبيلعبوا معانا دلوقتي. هلا هلا احمد. لو ايه انا فتت، انت قلتي انت مش الحمد لله انا فطيت، فخليته هو يجي عليها. بس جامد، حلو قوي الجيم ده يا شباب. يلا بقى وصل الفيديو ال 100 لايك عشان نكمل في ما بالخنزير. ايه ده، تلاقي مشيت بقى. نختار بردك الهاوس، مكان الهاوس لذيذ. البيت يا شباب، يلا كله يختار البيت. الهاوس، البيت، البيت، الهاوس. خلاص، ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا يا شباب. نختار بلير ولا ايه ده؟ انفنشن. يلا تحول، عايزين نلعب كده جيمات حلوه سريعه. ماشي، يلا بينا. انا صح كنت عنازل عشان اشوف التحديث الجديد، جاي العب اللعبه النهارده عشان اشوف التحديث الجديد او الماب يعني. يا رب انا يا شباب اللي احولهم بقى. ايوه انا. واو، ازاي عايشه لعيبه؟ هو ده الكلام. هسيبكم هذبحكم.
اوه يلا بينا. ايه ده المفروض ايه ده؟ انا كام افتكرت انا والله. عايش عايش جدا ايه يا انت عايز شباب. تقف هنا وانت خنزير؟ انا خنزير. لا اوه ماشي يلا بينا يلا بينا يا شباب. متحمسة بجد ابوك شكلي. جاهزين جاهزين. اللي عايز يتحول يقف لي عند الباب وانا مش هسيبه. انا كده كده استنى هاخد فلوس. تعال ننزل على المطبخ وناخد هتلاقي اول ناس ناخد انا ده. مش همشي هحتاجه ابدا يا دلوقتي. ما بعمل ايه؟ اول مفتاح هتلاقيه هو المفتاح الاخضر. صح، اول مفتاح يا شباب المفتاح الاخضر. انا اصلا ماليش في حوار. المفتاح الاخضر هنا. انا عمر يا شباب، شكت واحد على فكرة شكت واحد. انا عمر يا شباب انزل ايه، مش عمر هسيبك. اصلا ما هربت من البيت يعتبر. يعني ايه والله اللي انا هربت منه مليون مرة. انا عشان مش محترف اوي انا في الماب دي شفتك الصراحة. شفتك الو روك. اوه لا 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 لا، اوعى يا ولد. يلا بقى هنلعب مع بعضين استغماية. ايه السلام عليكم. ايه يا ابني تنطي اهو، مش عايز ينط النوتي. ايه في الباب شكلي يضحك. تن 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 تن، تعالي لي افتح بالله عليك. والله ما شفتك. ليه بقى ما ينفعش تنط من هنا؟ ايه ده المكان الجامد ده؟ شكرا جدا. مش عارف نزلت ازاي. هموتك هموتها. ايه يا بتاخد المسدس ده؟ انا هكسحك بيه. اتقلي ياك تاخد المسدس. بوم بوم. انت مش مسدس. مسدس كده انا كده مش ايه ده بقى ده؟ انا كده مش عارف اخرج لحد. خلاص امشي. هيييييي مسحك. هيييييي مشيت مشيت. مش هي. بس بس تقول لي مشيت النوتي وفي الاخر مفيش حاجه. هو انا ينفع امشي كده؟ انا مش شايف حد. انا مشيت يا بنات. بجد؟ لو عايز تاخد الموز بس خلص جاي لك اهو. لا بقى من الناحيه دي، من الناحيه دي. الناحيه دي لا لا مفيش الكلام ده. يلا يا شباب عايزين نهرب، يا شباب عايزين نهرب بسرعة. ايه ده؟ عاش، في واحد اهو بدأ يظبط اهو. في واحد بدأ يظبط. ايوه ده انا مش هسيبكم كلكم. انا جايالك وشايفاك وانت قاعد جنبي اساسا. نشوف مين اللي جنب التاني بقى. ايوه انا جايالك ما تخافش. مفتاح احمر. نشوف هنستخدمه فين ده بقى. عاش، اوعى. مالك عامل ايه؟ وبجد هاني على السلم. مش هتقدر تخرج ولا تقدر تعمل اي حاجه. يعني لو نطيت كده موت؟ ياه تمام، هنط دلوقتي ومش هموت. يلا بقى نكسحهم بقى. يلا لو انت ننزل نكسحهم. ده جاهز؟ وقوم يلا بينا بقى. استنى أول استنى، واحدة. انا انزل لهم تحت، انزل لهم تحت. يا بنت تعالى يا بلال عند بلال عندي اتنين. يلا استنى استنى. لا لا ايوه انت فين؟ ايوه اهو امسكيه من هنا، اهو امسكيه من هنا من هنا. ازاي؟ ازاي ايه اهو؟ ما المفروض يكون مات. المفروض. يا نهار ابيض ازاي؟ طيب طب استنى استنى، عايز اجيبه من ناحية تانية. طيب مش ناحية تانية في حاجة اسمها. اوه تعال. ايه ده في ايه؟ ايه ده؟ انا بقى جوه المفروض تكون ماتت. في ايه؟ حاجة عجيبة صراحة. هو ليه بيموتوا متأخر؟ مش عايزين يموتوا ليه طيب؟ ايه بس كده اخيرا جبت واحد اهو. يا بابا ما تيجي تساعدني ولا انت قاعد بتعمل ايه؟ ما انا دلوقتي بصي بزاول، يعني بعمل نفسي اكني مش هنا، وبعدين بقوم طيب عليهم طبه بيخضوا خضه. بس احنا قربنا. عايش عايش يا بلال. اوه تعالى 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 حد، انا هلف له من الناحيه التانيه بسرعه. انتوا خليكوا هنا. عايش هجيبه والله. ازاي
بص انا هستنى هنا اهو، مش عايز يجي ليه ابن اللذين ده؟ انا مست راوي يا حبيبي دلوقتي، خلاص بقى له مفتاح واكسب. انا اللي فيهم من ناحيه ايه ده؟ ماشي، روح انت من الناحيه التانيه وانا من الناحيه دي. عاش بط، ايوه يا محترف. ده مش جيم اوفر. ايه ده، ده في حد تاني؟ شكلها نوت ساعه. احنا اربعه اهو، كده بقى واحد. المفروض ان احنا كنا سته. يبقى ممكن يكون في حد تحت يا شباب، تعالوا كده ننزل. ممكن يكون في حد في المكان اللي انا كنت فيه ده. اخر مره كنت شايفه واحد كان هنا كده في الباب عليا، في المكان اللي انا كنت فيه. فاكره البت هي بلاي نفرها من الناحيه التانيه. فين فين فين؟ روح المطبخ، روح المطبخ وانزل المكان اللي انت كنت بتروح له. بص يا بنت، انا هفاجئها من وراها. ما تروحش ما تروحش، انا هفاجئها من وراها. قفلت الباب هنا عشان ما تعرفش تخرج، وانا هروح افاجئها من وراها. ايوه بص كده يا شباب، نركز ما تخليش العصايه تبان، لسه مش هنا برضه. يبقى استنوا كده. ليه انت وانت عصايتك طويله؟ طب تعالى لي. هي فين؟ انا تحت. البت هنا، عصايتي قصيره. طب فين انت؟ انا هنا. انزل من الشباك ده، انزل من الشباك ده. انت خايف ليه؟ انط كده. ايه ده عادي، ماشي. انت فين بقى؟ هي فين بقى دي؟ لا، هو البت مستخبيه من ساعتها. بحاول اجيبها بقالي كتير، حاولت تطلع عصايتها. لا، وده كده مش هن... ده كده هنخسر. مش كان وقت كتير قوي، كان من ساعتين. مش ناقص اقعد 3 دقايق. يا لهوي يا مؤذية، تعالي بقى. اقول لها تعالي. ليه ليه بنفسك فيها مشي؟ تعالي ما تخافيش. اقول لها تعالي. اعمل نفسك فيها مشي. لا لا، يلا نمشي بجد. لا بص، انا كده وكده كده وكده. يلا يلا نمشي بجد، يلا يلا. انا استخبيت جوه الحاجة. لا انا استخبيت. بص انا استخبيت فين؟ سيبها تطلع بس ما تتحرك. بص انا استخبيت فين؟ شفت شفت والله. ما تخ... ايوه حاجة. مش هنضربك. هلا. مفيش حد مش عايز تطلع ليه دي؟ انا بقابل ليل. ما تضحكيش، سيبها بس. لا انا اتحركت. انا همشي من هنا. انا همشي من هنا. انا همشي. روحي، الواد لسه صاحي، لسه جاي. في واحد لسه جاي؟ اهلا اهلا. امال مين اللي كان بيقول لك هلا من شويه؟ ايه ده، في ايه؟ الواحد لسه جاي. طب يلا بينا نروح انا وانتي. يلا نمسي عليه. لا انا وانتي مين؟ لا مفيش معايا. انا جاي. وفين اروح؟ فكرة تقربوا يكسبوا اصلا. المفروض انا فاضل دلوقتي دقيقتين. انت فين؟ هو ممكن يكون هنا، ممكن تكون هنا، ممكن تكون هنا. انا عايز اشوف دي عشان مش هسيبها الصراحة. ممكن يكون هنا، ممكن يكون هنا. عايز اخد اي فلوس، عايز اجيب الشخص اللي ده برضه. حرام. يا لهوي يا شباب، مش عايز تخرج. يا اما اللعبة عندها علقت، يا اما هي يعني مملة. ما بحبش انا اللي بيعمل كده صراحة. تحالف. لا ده في احلامك. ماشي. طب قول له اسكتي، ما حدش يدعوا. انا بقول لك، قول له انت فين، قول له انت فين، انا هساعدك. تقريبا هو ده اللي قاعد جوه ولا مين؟ يا بلال هو قدامي. فين؟ انا بعمل نفسي فيها بجوه. طب مين مين اللي جوه دي ولا مين اللي؟ انا خنزير. ايه؟ طب اعمل ايه طيب؟ يا لهوي هنخسر. فين ده؟ فين ده اللي بتيجي وراه ما تيجي نكسحها؟ قولي لي، ما لازم نلف عليه. والله كنت لسه هجيبه. فين بس قولي لي؟ والله حرام. انت فين؟ انا هنا. ايه ده عنده لعبه على الاتو ده؟ انا هنا هنا اهو. فين طيب؟ ولا بتقول لي حاجه. انت فين؟ فوق مثلا؟ فوق. لا انا تحت. فوق. ايوه اسطوريه. لا لا، للبنت البنت دي مش تنزل، مش تطلع، قصدي مش تطلع، مش تنزل. واو. طيب البنت دي مش تطلع نهائي. ايه انا هحاول اجيبها بعصايتي. البنت قربت شويه. استنوا استنوا، انا هحاول اجيبها بذكاء. استنوا. يلا بليل. خسرنا خسرنا، مش هنعرف.
احسن. غريبة أوي. بس إيه ده؟ على فكرة ده فيها لاج، عندها لاج أو وهي مش بتتحرك لو خالص. عندها لاج كانت زمانها طلعت. ما مش عايزة تتكلم ومفيش أي حاجة. أنا ده اللي هو مين؟ اللي هو أنت قاعد جوه ولا مين يا لا ابني؟ قصده ده الوحش ده. نور، اسمها نور. يا نور يا نور، حرام عليكي يا بلاد، ده قاعد بيوصل وراك. مين ده؟ قال 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 يا عم، ما ينفعش يوصل معاك. لا ثانية، هو جيم اوفر. يا نهار ابيض، كنا قلنا المفروض نضربه. حرام. هلا 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 هلا. فبس كده يا شباب، فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. مش تحط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ولو عجبكم ما عجبت لو ده انا بقول ايه، ولو عجبتكم ما بين النهارده مش توصلوا الفيديو ل 100 لايك عشان نستمر في يعني ما بالخنزير كلكم بتحبوها. وبس كده، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج.